عبور النور وصلت بعبور النور كام متر على بإذن الله متاح 30 قص كنجيات أول شغل شبابات لسه أهو زي ما إحنا مسيبينهم كده. خير كده يا يوسف التايجر السيلفر دول يا جماعه هم ال 30 قص انجيات باذن الله كلهم اول شغل كلهم ان شاء الله تعالى اول شغل زي ما انتم شايفين كده التقليب. تعالى يا يوسف بص سايبهم لي بسم الله ما شاء الله في تايجر في سيلفر هما يا جماعه بيبان بس احنا بنسيبه لكم يعني هو الكنجيات هي بتبان برضه العلم بالشيء بس احنا بنسيبها على الارض عشان تشوفوه مع الطبيعه. صباح الفل يا يوسف تعالى كده يا باشا. صباح الفل يا ابو زيد. طبعا احنا عايزين نوري الناس اللي احنا بنجيب اي حاجه. لا ده في النهارده باذن الله 30 قص كويسين جدا شغال كويس وحنطير وزاد اول شغلهم تمام عليهم ريش عليهم ريشتين باذن الله المستقبل قدامهم حنطير ولاد استراده اللهم لك. طبعا كلهم شبابات اول شغل 30 قص شبابات 60 شاب تمام خرجهم يا يوسف كده. طبعا يا جماعه احنا جايبينه لكم في المكان بتاعهم على الطبيعه يعني ان شاء الله. بص يا ابو زيد اللي عايزهم تقليد فما شاء الله ديل قصير وديل على ريشه واحده تمام فرد كشر بالنسبه لسنه الفرد كشر. طيب نيجي نبص ده مثلا بيقفل صمايمه تمام تمام اخر ريشه بيرمي ده السن المطلوب ده السن اللي انا ادور عليه تمام ده السن اللي هيديني في المستقبل فيما بعد ده اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط. بعدين حمامه مضمونه طالعه من بيتها. طبعا الحج فرد لما يرمي عش اول عش لي اول عش للفرد طبعا هيتكور وحجمه هيتقل تمام تمام. طبعا عايزك تفرجهم يا يوسف الاحجام عامله ازاي. على فكره يا جماعه الحمام الكنجيات دوت ولاد استيراد يعني فيهم ما شاء الله حمام محترم جدا جدا بمرض الله. شايف الفرد عامل ازاي؟ طبعا يا جماعه شايفين التكشيره بتاع الوش اللهم بارك يا رب. ده برضه بيقفل صمايمه بسم الله ما شاء الله تمام. طبعا الحمام دوت جايب ارقام فولاذيه يعني صاحبهم معانا هو مش عايز يطلع في الفيديو. الحمام ده يا جماعة جايب أرقام يعني ربنا يبارك له. المستويات عاملة ازاي؟ لا أنا عايزك تسيب، أنت توريني وتسيب، أنا عايز أفرجهم. بص يا جماعة. بص الفرد ماشي عامل ازاي أصلاً. بص كده يا جماعة. طبعاً الحمام ده كله ولاد استيراد. طبعا طب ولا الشكل باين. بص يا جماعه دي شبابات يا بخت اللي ياخدهم بسم الله ما شاء الله اول شغل بتاعي التايجر زي فهيت للعلم فيهم النتيان زياده يا بخت اللي ياخد المجموعه ده على بعضها. حمامه محترمه جدا 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 شغاله بالضمان شبابات عيال صغيره الاهالي كويسه جدا استيراد مش شاري الاهالي بمبالغ. انا حبيت بس افرجكم من المكان على الطبيعه يعني انا قلت افرجكم من مكانهم على الطبيعه. بصوا يا جماعه اللهم بارك يا رب بسم الله ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. طبعا حاجه باينه على الطبيعه اهي انا قلت افرجكم على المستويات عامل ازاي. ان شاء الله الجزء عامل 1000 جنيه والمجموعه على بعضها 30 قرش لان هو صاحبهم كده. والله يا جماعه احنا مصورينهم في مكانهم عشان صاحبهم عايز يبيعهم على بعضهم
احكام كويسه جدا جدا بمرض الله. الجوز عامل 1000 جنيه ان شاء الله. طبعا احنا جايبينهم في مكانهم احتراما لصاحبهم، قال لك صورهم في مكانهم اصلا. طبعا الحمام ده كلته كان في بواب، انا بسيب عشان انتوا تتفرجوا على الطبيعه. السم طبعا هو عنده عصافير وعنده حاجات كتير، اللهم بارك، ربنا يبارك لصاحب المال يا رب. اهو طبعا في حمام كمان هنا اهو، و30 قصه يا جماعه. السم يا جماعه حاجه على الطبيعه خالص اهي، ان شاء الله اللهم بارك يا رب. حاجات كويسه جدا، احجام بمورد الله، يعني اتفرج اي حد بتكشيره وش. يوسف هات لي، سايب لي هات لي مصعد هو حاطط لي. دول 30 جوز بامر واحد احد، وال 30 جوز هيطلعوا على بعض طلعه واحده. سواء بقى خط الصعيد دايما اللي بيسالنا على احكام، اه يا جماعه الاحكام اهيت، اهلنا وناسنا طبعا، اسيوط وادب اسيوط، كل راجل محترم متابعنا. انا بس بوريكم الحجم على الطبيعه والفرد عامل ازاي بمورد الله. بس يا جماعه بسم الله ما شاء الله. تعالى ان هذا يشتغل. طبعا احتراما لصاحب المال، هو عايز يصور حاجه في مكانها، قال لك صور لي بعد اذنك الشبابات عندي هنا في المحل، احنا مصورينهم عنده اهوت. بسم الله ما شاء الله. بصوا هو ده يوسف كده في الشغل. يوسف منور 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 في الفيديو. احنا بس بنوريهم يوسف الحاجه على الطبيعه اهيت، ان الحاجه ديت شغاله كويس بالضمان الحمد لله والشكر لله. عيال صغيره ايوه، اهالي كويسه، اهالي كويسه، فيهم اهالي اصلا استيراد الخارج ايوه، ما احنا بنعرفهم استيراد استيراد. يعني انا لمحت فيهم تكشيرات بموارد الله كويسه جدا. طبعا يا جماعه بنشكر كل راجل محترم متابعنا. حمام النهارده هيتنشر على اليوتيوب، كنا اتفرجنا على الطبيعه، بيعوز اي حاجه احنا تحت. اهو بصوا يا جماعه المشي بتاع الحمام، بصوا الاحجام عامله ازاي. طبعا ديت البوابه اهيت يا جماعه، اهو احنا مش مسايبين الحمام كله، احنا بنفرجه اهو. بصوا بقى الطبيعة. كل حاجة طبعا مبينة اهي. دول 30 قص بإذن الله. نشكر كل راجل محترم متابعنا. طبعا عمرو أبو زياد اللي مصور، أنا اللي ورا الكاميرا. قلنا نجيب لكم حمامتين محترمين. عزوم احنا تحت امره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.